سبق لي الحديث في حلقة ماضية عن مسلسل تيد لوسو الخاص بأبل تي في بلس، مسلسل كوميدي رياضي تم عرضه لأول مرة في 14 من أغسطس الماضي، وبالفعل نجح المسلسل بالانطباعات الأولية وبعد المشاهدات للحلقات الثلاثة الأولى، وتم تجديده لموسم ثاني قبل نهاية الموسم الأول حتى. News from the other side of the Atlantic, AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club. الآن انتهى المسلسل وقدم 10 حلقات بموسمه الأول، أظهر فيها براعة عالية الجودة من ناحيتين الدراما والكوميديا. Despite possessing very little knowledge of the game, I know that AFC Richmond is going to give you everything they got, win or lose. Or tie. Right, y'all do ties here. المسلسل اللي يتكلم في قصته عن مدرب كرة قدم أمريكية يتم تعيينه كمدرب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكرة القدم الحقيقية، لكن هذا المدرب لا يملك من الخبرة شيء، وهنا يكمن طابع الكوميديا، ولكنه يملك الكثير من الرغبة والتفاؤل والحكمة، وهنا ينطلق طابع الدراما. Did you see that? He must be from England, yeah. Wales, that another country? Yes and no. How many countries are in this country? Four. العمل الحقيقة وبعد متابعة موسمه الأول بالكامل أستطيع القول بأن أثبت براعته العالية في نقطة مهمة جدا بالنسبة لي شخصيا. قد لا يلتقي الزيت بالماء صحيح، وقد يكون هذا الأمر مشابه ما بين الكوميديا والدراما كذلك بشكل صحيح، ولكن في تيد لوسو الأمر قد يكون مختلف تماما. تم دمج الكوميديا مع الدراما على أعلى مراحل الجودة من حيث الكتابة في هذا المسلسل. المسلسل قدم قصة مضحكة، شخصيات رائعة، وحوارات ممتازة، وحكم محفزة حقيقة. تم كتابة هذا العمل بعناية وجهود كبيرة وتستحق الثناء. Like it or not, Richmond are changing the way we do things, and from now on, that way is the Lasso way. Hey, look, this car's got an invisible steering wheel. شخصياً أعجبت بكل تفاصيل هذا العمل، ولعل من أبرزها هي جودة الكتابة وكذلك التمثيل، بحيث أنك تجد نفسك كمشاهد حزين في مشهد وبعد ذلك تضحك في نفس المشهد ونفس الموقف. الأمر اللطيف اللي يحصل في مشهد درامي يعتبر صعب نسبياً. الأداء التمثيلي أعطى كل ما يمكن إعطاءه من ناحية التمثيل، والكتابة من الناحية الأخرى بثت روح الجمال لأبعد من مجرد مسلسل كوميدي، بل تستطيع أن تجد بعض الحكم الملهمة بالنسبة للمشاهدين حين مشاهدة هذا العمل. What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town. You don't think I see that every day out there on the streets? Are you kidding me? I think that's what it's all about. Embracing change. Same thing. كذلك طريقة توزيع الأحداث والشخصيات ونهاية المسلسل بشكل عام كانت في قمة الرضا والروعة. شخصياً أجد بأن تيد لوسو كان من الذكريات الجميلة الأسبوعية بالنسبة لي في هذه السنة، بحيث أني سأفتقد مشاهدة كل حلقة في كل يوم جمعة من هذا العمل. تقييمي لتيد لوسو النهائي سيكون 8/10، وأنتظر الموسم الثاني وبشوق كبير. I always figured that tea was just gonna taste like hot brown water. And you know what? I was right.